مساء الخير. وضع بعض الزهور الجميلة أو النبات الطبيعي بالمكاتب صباحاً بحفز أكثر من 15% على إنتاجية العمل. هذا أثبتته دراسة جديدة تعنى بعلم النفس نشرت بمجلة بريطانية، وأظهرت النتيجة أنه بكفي تزيين المكتب ببعض الورود تنزرع جو من الفرح ونتشجع على العمل. وأشارت لفوائد النبات، وأهمها أنه بشكل نفحة هواء منعشة وعطرة، كما أنه النبات قادر على تنقية الهواء بالمكاتب وأطفاء جو من الألوان الزاهية والجمال. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية حارة ورطبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة والرطوبة عالية، الهواء خفيف والبحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة 130 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة الليلة وبكرة صباحا. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل، كما بتنشط الرياح من حين إلى الآخر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22 درجة، على المرتفعات 20، بلبقى 15 والأرز 11 درجة. ومننتقل إلى جولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية: 28 بعكار ببينه تحديداً، ننتقل إلى الزلقة 31، صوت 28 بنت جبال 26، النبطية 25، كفرية 29، بعلبك 30، والهرمل 32. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 و70%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 21 أقصاها 31، نهار السبت بتتراوح بين 21 و31 كمان، والأحد بين 20 و30. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: عمان 31 ودمشق 35، طرابلس 34 وتونس 32، روما 27، أثينا 28، وباريس 23. هيدا كان كل شيء. باي.